معايا عبر الهاتف الآن كابتن أحمد الشمسي مدير الكرة بنادي العين الإماراتي. يا فندم ألف مليون مبروك. سيدي بداية صبح عليكم بالخير، توفيقنا ومساء الخير عليكم توفيق القاهرة. الله يبارك فيك أخوي كريم، ونبارك لجماهير الإمارات جماهير نادي العين بالفوز والتأهل للمباراة إن شاء الله القادمة اللي تجمعنا إن شاء الله مع اخواننا وحبايبنا واهلنا في مصر العروبه مع الفريق الكبير مع الجمهور الاهلاوي الكبير ان شاء الله والمصري بشكل عام، ونتمناها ان شاء الله تكون مباراه جماهيريه، مباراه جميله تليق ببطل اسيا وبطل افريقيا، وان شاء الله ان في الاخير هي كوره، واكيد الفائز راح نقول له مبروك، والخسران وما في بيننا خسران ان شاء الله نقول له هارد لك ان شاء الله. عادة كان الأهلي والزمالك ضيوف على العين وضيوف على الإمارات الشقيق في السنوات الأخيرة في مباريات كثيرة سواء في كأس مصر أو في كأس السوبر، الآن العين ضيف على القاهرة وعلى استاد القاهرة وسط جماهير النادي الأهلي وبالتأكيد وسط جماهير نادي العين، هذه المواجهة تمثل لكم إيه يا فندم؟ أخوي كريم، بداية هذا نحن في بلدنا وما نشوف أنفسنا ضيوف، بالعكس نحن في بلدنا مصر و كل الحب والتقدير لمصر وشعب مصر وكذلك لرياضة مصر، وأكيد هذه المباراة مثل ما قلت في بداية حديثك هذه الكرة مباراة مرتقبة، أكيد تجمع بطلين في قارتين، أكيد مباراة جماهيرية، أكيد راح تكون خلينا نقول قمة من قمم الكرة اللي ما تنسى إن شاء الله في المستقبل القريب، فأكيد مباراة مهمة جدا بالنسبة لنا، نحن دائما نحترم الفريق شباب الأهلي ونحترم جمهور الأهلي وكذلك المصري، لكن لكل فريق طموح ومن حقنا أن نطمح ومن حقنا أن نحن نقاتل على ورقة التأهل إن شاء الله.